أصدقائي الأعزاء، معانا النهاردة شاحن هاتف 5 فولت 2 أمبير. الشاحن كان شغال ولكن فصل. هنشوف مع بعض النهاردة إن شاء الله نكتشف العطل ونقدر نصلح الشاحن، ولكن بعد الفاصل تابعونا. أول حاجة لازم نجيب كابل USB وهنوصل نشوف الجهد اللي خارج من الشاحن ونوصل الشاحن. طبعا ملاحظين حضراتكم مفيش اي استجابة من المالتيميتر، وبالتالي غالبا الشاحن متوقف تماما او في شيء فاصل بشكل كامل، يعني مفيش جهد خارج وبيتغير او جهده منخفض، مفيش باور خارج من الشاحن تماما. طيب اذا لازم نفك الشاحن ونشوف مع بعض هنقدر نصلحه ولا لا. طبعا الشواحن الاصلية اللي زي كده بيكون فكها صعب، ممكن نتلف البادي الخارجي للشاحن، ولكن الموضوع ان احنا عايزين نستفاد خبرة ونشوف ايه اللي ممكن يتسبب في ان الشاحن يتوقف تماما عن العمل. هل في جزء محروق او فاصل؟ ده اللي هنشوفه مع بعض. بعد معاناة فكينا الشاحن هنحاول نخرج البوردة. طبعا واحنا بنخرج البوردة ناخد بالنا ان في مكونات سطحية كتيرة اسفل البوردة، مش عايزين نطير منها حاجة. طبعا واضح ان في انفجار بداخل الشحن. من الفحص المبدئي زي ما حضراتكم شايفين في تفحم في المنطقه دي، اغلبها مكثفات ومقاومات. طيب تعالوا نقيس اول حاجه الفيوز، وانا اعتقد بنسبه 99% ان الفيوز تالف. طرفين الفيوز اهم، طبعا الفيوز تالف، اذا في مشكله في باقي البورد. طيب معانا البريدج ريكتفاير، هنقيس البريدج ريكتفاير على وضع الدايود، هنضع السالب مع موجب البريدج، وهنقيس طرفين الاي سي. لازم يعطي قراءه دايود، في قراءه دايود هنا في شورت. طيب نجيب على وضع الصافرة، فعلا في شورت في البريدج دايود. اذا اول حاجة في مشكلة في البريدج ريكتفاير. طيب هناخد بعض القياسات في المكثفات والترانزستورات والاي سي، وهنشوف لو المشكلة في الاي سي. طبعا الاي سي ما بيكونش موجود او متوفر في السوق، فكده الشاحن ملوش حل. لو المشكلة في قطعة او البريدج ريكتفاير فقط ممكن اصلاحه، ولكن لو في مجموعه كبيره من المكونات السطحيه دي طبعا برضو هنعتبر ان الشاحن تالف، لان صعب جدا نلحم المكونات السطحيه دي، وخصوصا لو اكثر من عنصر. لو عنصر واحد الموضوع سهل. هناخد بعض القياسات ونشوف. حتى الان المشكله في البريدج دايود فقط، وبالتالي هنستبدل البريدج دايود وتوصيل دايرة الاختبار، هنشوف هل الشحن هيشتغل ولا لا. كده أزلنا البريدج ريكتفاير، وعندنا هنا طرف الموجب، موجب المكثف وسالب المكثف. هنجيب دايرة الاختبار. معانا دايرة الاختبار طبعا شرحناها بالتفصيل في الفيديو السابق. هنوصلها مع موجب وسالب المكثف أو موجب وسالب البريدج ريكتفاير. معانا هنا الموجب وهنا السالب.
زي ما حضراتكم شايفين ده الطرف الموجب والطرف السالب، وكده نقدر نجرب الشاحن قبل استبدال القطع، طبعا توفيرا للوقت والمجهود. وهنوصل كابل يو سي بي هنا ونشوف اوتبوت الشاحن. وصلنا كابل يو سي بي، ودي دايرة الاختبار، معانا الافوميتر، وصلنا الاوتبوت مع المالتيميتر، وهنقيس الجهد الخارج. هنوصل دايرة الاختبار مع مصدر 220 فولت لو في اي اضاءة في اللمبة السرية ودايرة الاختبار، اذا في شورت في باقي دايرة الشاحن، وبالتالي هنشوف هنعمل ايه. ولكن لو في اوتبوت هنا والشاحن اشتغل، اذا كل اللي علينا استبدال البريدج ريكتفاير والفيوز. بسم الله، مفيش اضاءة للمبة السرية، وفي نفس الوقت مفيش اي جهد خارج على المالتيميتر او اوتبوت الشاحن. طيب هنتأكد من الجهد اللي داخل، زي ما حضراتكم شايفين طبعا كان في جهد على المكثف، وهنجرب توصيل الباور 330 فولت داخلة للشاحن، ولكن مفيش اوتبوت. نرجع تاني نقيس الاوتبوت، مفيش اوتبوت. اذا كده اتأكدنا ان في تلف في قطع اخرى في الشاحن، والتلف ده تسبب في انفجار البريدج ريكتفاير. طيب هنشوف المكثف الصغير ده، ده المكثف اللي بيغذي الاي سي. تعالوا مع بعض نقيس الجهد عليه، مفيش جهد على المكثف، اذا مفيش اي تغذية من المكثف 400 فولت لمكثف تشغيل الترانزستور، وده طبعا بيفسر ان في جهد مستمر على المكثف الانبوت. زي ما حضراتكم شايفين لو الاي سي شغال، اي سي الاوسيليتور شغال، هيسحب الجهد ده مباشرة والجهد ينزل في لحظات، ولكن طبعا لما مفيش سحب من المكثف فالجهد مرتفع وبينزل ببطء. اذا هنفحص بعض المكونات اللي بتغذي مكثف تشغيل الاي سي. زي ما حضراتكم شايفين القطع مدمجة في النوع ده من الشواحن الاصلية وهي عليها ربر، فده لم يمكنني من قياس كل العناصر، ولكن مع التجربة التانية للقياس اكتشفت ان فيه اندكتور او ملف بين المكثف الاول، مكثف التنعيم الاول اللي هو المكثف ده، وبين باقي المكثفات، في ثلاث مكثفات تنعيم في الشحن ده، وهنا طرفين الملف، الطرف الاول اهو، ده الطرف الاول وده الطرف الثاني. المفروض طبعا يعطي صافره، اي ملف بيعطي صافره او يعطي مقاومه منخفضه، مفيش اي اتصال بين الطرفين، وبالتالي الاندكتور فاصل. المفروض بيوصل سالب المكثف الاول او سالب البريدج، اهو موصل مع سالب البريدج، ويمرر التيار من خلاله لسالب المكثف التاني وسالب المكثف التالت، ولكن طبعا هنا في فصل او الدايرة مفتوحة. اذا هنعمل شورت على طرفين الملف وهنستغنى عنه. في نقطة كمان هنا، ده ارضي الشاحن، ارضي الشاحن المفروض هيكون موصل مع سالب البريدج ريكتفاير وسالب المكثف، ولكن مفيش اتصال، وده بسبب فصل او احتراق الملف. تاني نقطة، السالب ده المفروض يكون موصل مع سالب مكثف الاي سي، ده مكثف تشغيل الاي سي بيكون عليه في حدود من 12 ل 18 فولت، ولكن مفيش اتصال بين السالب ده اهو وسالب المكثف. السبب انا اكتشفت ان في تراك مقطوع اهو، التراك ده اهو بيتحرك اهو معانا،
تراك ده فاصل المفروض بيوصل الارضي لسالب الاي سي. سبب احتراق التراك ده ممكن يكون دخول التيار متردد من خلال البريدج ريكتفاير عند حدوث الشورت بداخلها، فمرر التيار متردد لدايره الاي سي وبالتالي احترق التراك. هل الاي سي تضرر من المشكله دي ولا لا؟ ده توقف على سرعه استجابه الفيوز. لو الفيوز احترق بسرعه قبل تضرر الاي سي ممكن الشاحن يشتغل معانا بعد توصيل النقطه دي بسالب المكثف وعمل شورت على طرفين الملف، ولكن لو احتراق الفيوز كان متأخر وتضرر الاي سي اذن كده الشاحن مش هينفع يشتغل معانا لان الاي سي ده مش موجود، وطبعا في مكونات كتيرة بتكون محترقة مع احتراق الاي سي. هنشوف مع بعض نعمل تيست ونشوف نقاط الاختبار بتاعتنا هل كده صلحنا مشكلة ولا لا. سالب البريدج ريكتفاير مع الطرف الأول من الملف موصل، الطرف التاني موصل، سالب المكثف الأول، سالب المكثف التاني، أرضي الشاحن مع سالب البريدج ريكتفاير موصل مع سالب المكثف موصل. كده صلحنا كل العيوب اللي موجودة. طبعا ينقصنا توفيق ربنا وان يكون مفيش اي قطعة تالفة او الاي سي تالف في الشاحن. هنوصل كابل اليو اس بي وهنوصل اوت بوت مع المالتيميتر. ونوصل الفيشة مع الباور 220. نشوف مع بعض الجهد. بسم الله مفيش إضاءة في اللمبة وبرضو الشاحن ما اشتغلش. طيب تعالوا نقيس الجهد على المكثف، في جهد برضو على المكثف، ده دليل ان مفيش تيار مسحوب من المكثف. طيب هل في جهد عالي برضو على المكثفات التاني والتالت؟ نفس الجهد طبعا لأن موصلين توازي. طيب في جهد على المكثف الاي سي؟ مفيش جهد على مكثف الاي سي. طيب هنوصل ونشوف هل في جهد على مكثف الاي سي برضو؟ مفيش جهد على مكثف الاي سي. إذن ممكن يكون السبب مقاومة الستارت اللي بتوصل جهد لمكثف الاي سي في اللحظات الاولى. هنفرغ شحنة المكثف بلمبة وهحاول اصل لمقاومة الستارت اللي بتوصل موجب لمكثف الاي سي لان مفيش باور على مكثف الاي سي، إذن ما نقدرش نقول ان الاي سي محترق. بعد الفحص استخرجت المكثف، مكثف تشغيل الاي سي، وقسته المكثف سليم ما فيهوش اي مشكله. واللي اكتشفته بعد الفحص ان في ملف من ملفات الترانسفورمر فاصل. الملف ده ملف تغذيه المكثف وتغذيه الاي سي، والملف ده الملف الخاص بالجهد العالي. المفروض ان الملفين كل منهم بيعطي صافرة او ممكن واحد يعطي مقاومة اعلى من التاني، ولكن اللي لاحظته هنشوف مع بعض. ده طرف من اطراف المحول، ده الملف الاول اعطى مقاومة صفرية لان طبعا ده ملف، التاني معزول عن الملف الاول مفيش اي اتصال. الملف التاني اهو مفيش اي اتصال، ده معنى ان في تلف اسلاك الملف من الداخل، مفيش اي مقاومة. المفروض اي ملف من الملفين بيكون اقل من 10 اوم، هنا مفيش اي مقاومة. لو رفعنا على تدريج ال40 كيلو برضو مفيش اي مقاومة، وطبعا مفيش اتصال بالملف التاني.
إذا عندنا تلف بالمحول، ودي بتكون مشكلة لأن طبعا فك المحول وإعادة لفه، وكمان في مشاكل في التراكات، فبنعتبر إن الشاحن ده صعب إصلاح المشاكل اللي فيه، لأن المشاكل كانت على مستوى أكثر من قطعة وفي مشاكل في التراكات، فللأسف الشاحن ده مش هينفع يتصلح. أتمنى تكون تجربتنا النهاردة مفيدة، إزاي بنستخدم دايرة الاختبار وبتسهل علينا عمل تيست للدايرة اللي بنشتغل فيها وخطوات اكتشاف الأعطال. وطبعا ما تنسوش كل اللي استفاد من الفيديو النهاردة يدعمنا بلايك واشتراك في القناة، ونلتقي في فيديو قادم وتجربة جديدة إن شاء الله. سلام.